بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. نظرا للظروف اللي احنا بنمر بيها كلنا والناس مش لاقيه شغل او في شغل بس برواتب قليله، فانا اقترحت فكره كده، حاجه انا عن نفسي جربتها وبستخدمها بقالي فتره والحمد لله بتعمل لي ارباح كويسه، هي انك تتعامل مع حاجه اسمها جوجل ادسنس. هو واضح من اسمها ان حاجه ليها علاقه بشركه جوجل، فانت لما بتتعامل مع شركه جوجل معناها انت بتضمن 100% ان مفيش اي تلاعب او نصب او اي حاجه، وفلوسك بتوصلك لغايه عندك. لما اتكلمت عن الموضوع ده امبارح للاسف لقيت ان في ناس كتير مش عارفه حاجه، فقلت اساعد الناس، يعني لقيت عدد كبير جدا داخل يكلمني على الخاص، فللاسف ما عرفتش ارد على الناس كلها، ففضلت ان انا اعمل فيديو يشرح للناس، وبعد كده اللي يدخل يكلمني يكون بيستفسر عن حاجه معينه بسيطه او كده مفيش مشكله. فقلت اعمل لكم الشرح المبسط ده، ازاي تعمل فلوس وانت قاعد في بيتك من غير ما تعمل اي مجهود من اي نوع، مش هتشتغل من اساسه وهتعمل فلوس. الموضوع حقيقي فعلا ومتجرب وتابع لشركه جوجل، يعني ما فيهوش اي نصب. طبعا في ناس متخيله ان جوجل هي مجرد محرك بحث بس، لكن محدش سال هو ليه جوجل بتعلن كل سنه ان مش عارف ارباحها السنه دي كام مليار دولار ومش عارف ايه، يبقى اكيد الموضوع ما هواش مجرد محرك بحث. الموضوع باختصار شديد جدا ان ادسنس دي احدى اهم ادوات شركة جوجل اللي بتدخلها ارباح كبيرة جدا بتوصل لمليارات الدولارات. ادسنس باختصار هي عبارة عن مساحة اعلانية او مساحة الشركات بتعلن فيها عن المنتجات بتاعتها مقابل انها بتدفع فلوس، فجوجل بتدفع لك انت الفلوس دي، طبعا بتعمل لنفسها نسبة صغيرة. فده باختصار شديد جدا ازاي بتكسب فلوس من غير ما تعمل حاجة. باختصار شديد بيكون عندك مساحة اعلانية الشركات بتحط فيها المنتجات بتاعتها مقابل ان انت بتاخد فلوس، كأن كده عندك يافطة في الشارع مثلا زي اليافطة اللي بنشوفها الاعلانية بتاعت الشارع دي، وبعدين بتيجي الشركات بتدفع ألوفات عشان تستفيد بالمساحة دي عشان الناس تشوف الاعلان، وصاحب اليافطة دي بياخد فلوس، ما هو ما عملش اي حاجة، ما تعبش في اي حاجة، مجرد بس انه بيمتلك يافطة. فانت برضو هنا هتمتلك يافطة ولكن على الانترنت. عشان نعرف الموضوع بشكل اوضح، ده مثلا مثال يعني لمقال بيتكلم عن الطريقة الصحيحة لكتابة الكفر ليتر. فاكيد في ناس كتير هتحاول انها او هتهتم انها تدخل تقرا مقال زي ده، لان في ناس كتير بتقدم على شغله للاسف ما بتوفقش او ما بي يعني بيبعت السي في بتاعه في اماكن كتير بس محدش بيتصل فيه. ففي شخص ما كتب مقال ازاي تكتب كفر ليتر احترافي، واكيد في ناس كتير ايه دخلت تقرا المقال ده. وانت بتقرا المقال ده هتلاقي حته مساحه صغيره خالص اللي هي دي عباره عن اعلان، الجزء ده اعلان اهو حتى مكتوب اعلان. جوجل بتبقى شاطره قوي في انها تعمل اعلان الزائر بيهتم بيه، يعني الراجل اللي داخل يقرا المقال ده هو داخل يقرا مقال عن حاجه ليها علاقه بالسيره الذاتيه او بيدور على شغل، فاكيد اكيد هيلاقي اعلان ليه علاقه بالشغل او بالسيره الذاتيه او بالكفر ليتر او سوق العمل عموما او كورس في مجال تخصصه او حاجه كده. فهتلاقي ان جوجل فعلا اختارت اعلان عبارة عن قدم سيرتك الذاتية، يعني ده موقع بتاع شغل او حاجة كده، فطبيعي انك هتهتم بيه، فهتحاول تدخل على الموقع ده عشان تسجل عضوية وتبدأ تدور على شغل في خلال الموقع ده. المساحة دي عشان اتملت اعلان، فصاحب الموقع اللي مكتوب فيه المقالة دي اخد فلوس مقابل ان المساحة الاعلانية الفاضية بتاعته اتحط فيها اعلان. طيب انت بقى كصاحب مقالة، يعني انت كل اللي بتعمله ان انت هتيجي تكتب مقالة، وانا هعلمك طبعا في اخر الفيديو ده ازاي انك تكسب حتى من غير ما تكتب مقالات، انما الفكرة باختصار انك بتكتب مقالة زي دي بتتكلم عن حاجة معينة وبتحط في قلب المقالة حتة مساحة كده صغيرة بتسيبها فاضية وجوجل بتملها لك باعلان. انت لا بتتفق مع الشركات ولا بتشغل بالك بالاعلانات ولا ما بتعملش اي حاجة، انت مجرد بس بتسيب المساحة فاضية وجوجل هي بتعمل كل حاجة وبتملها لك المساحة بالاعلان، وبعدين بتيجي في اخر الشهر بتدفع لك الفلوس بتوصلها لك لغاية عندك، يا اما بتحطها لك في البنك في حسابك في البنك او بتدفعها لك عن طريق ويسترن يونيون او باي طريقة تانية. فده سبب ان انا لما اتكلمت امبارح ان انت ممكن تكسب فلوس كتير بالدولار من غير ما تعمل اي حاجة، الناس ما استوعبتش ده، هو ازاي بتكسب من غير ما تعمل حاجة، ده احنا بنبقى في المواقع بنقعد بننزل الشغل من الساعة 6 الصبح بنفضل لغاية، في ناس بتقعد لغاية العشاء وبتشتغل في الشمس والحر ومش عارف ايه، والاخر ما بتاخدش نفس الفلوس دي، يعني انت مجنون يعني بتتكلم في ايه. فانا وضحت لكم الفكرة ان ممكن تكسب فعلا من غير ما تعمل اي حاجة، بس الموضوع محتاج شوية تشغيل المخ. طب نبدأ ازاي؟
في طريقتين تشتغل بيهم. الطريقه الاولى انك تشتغل لوحدك مع نفسك تماما، تروح تعمل حساب في ادسنس وتعمل لنفسك موقع وتبدا تكتب مقالاتك وتبدا تسوق للمقالات دي. موضوع كويس ما فيهوش اي مشكله، ولكن عيبه ان هو متعب جدا ومرهق جدا وهيكلفك وقت طويل جدا جدا على ما تبدا تتعلم ازاي. يعني لان المساحات الاعلانيه دي جوجل مش بتحط الاعلانات بتاعتها في اي موقع وخلاص، لا دي بتبقى مواقع بشروط معينه ولازم يكون في ترافيك معين او عدد معين من الزوار وهكذا. والموضوع هيكلفك كتير شويه. الطريقه الثانيه والاسهل ودي اللي انا شخصيا بحب اتعامل بيها، انك تروح لموقع بيوفر لك او بيدي لك مساحه تكتب فيها المقال بتاعك وتحط فيها الاعلان ادسنس بتاعك وتاخد فلوس. تتعامل مع موقع اوريدي مقبول عند ادسنس واوريدي فيه ترافيك كتير واوريدي هيهتموا بالمقال بتاعك، هو موقع المجتمع. موقع المجتمع بيسمح لك ان انت تاخد مساحه وتكتب فيها المقال بتاعك زي ما انت عاوز وتحط فيها اعلان ادسنس بتاعك، كل ده بدون اي مقابل. فتخيل مثلا ان انا قعدت افكر ايه المقال اللي يعني الناس هتهتم بيه، لان كل ما الزوار بتزيد كل ما الناس اللي بتدخل تقرا المقال بتاعك تزيد، كل ما ارباحك بتزيد، لان الشركات دي بتبقى عايزه المقالات اللي بيدخلها ناس كتير عشان المنتجات بتاعتها تنتشر اكتر. فكل ما الزيارات بتاعتك تزيد كل ما ارباحك تزيد. يعني ممكن مقال واحد بس يدخله مثلا مليون شخص يعمل لك ارباح قد كده، وممكن مقال انت ما اهتمتش بيه فمحدش دخل يقراه فارباحك بقت قليله، لكن في الحالتين هتكسب ان شاء الله. تخيل ان انت اللي كاتب المقال ده، قعدت تفكر الناس دلوقتي بتدور على ايه. فاللي كتب المقال ده لاحظ ان الناس كان عندها شكوى، ناس كتير جدا عندها شكوى ان بيبعتوا السي في بتاعهم ومحدش بيعبرهم، فقال لك اما اكتب مقال وبعد كده ابدا اعرف الناس ان انتوا عندكم مشكله في ان انتوا بتكتبوا الكفر ليتر غلط، فده مقال بيشرح لكم ازاي تكتبوا الكفر ليتر صح. فالناس كتير جدا بدات تهتم تدخل تقرا المقال. انا عن نفسي دخلت قريته، رغم ان انا الحمد لله يعني مش بقدم السي في بتاعي في حته، انا اوريدي الحمد لله بشتغل، لكن اهتميت ان انا عايز اعرف الراجل ده كان بيفكر ازاي، ولقيت فعلا ان هو كاتب كلام مهم وكويس. فكل واحد داخل وهو بيقرا المقال بالمره كده هيدي بصه هيلاقي اعلان. مجرد ان انت دخلت تقرا المقال ده انت اخدت فلوس. لو دخلت بقى على الاعلان ده عشان تشوف تفاصيل اكتر هتاخد فلوس تاني. دي الفكره باختصار. فهنعمل ايه بقى واحده واحده؟ اول حاجه لو انت عندك حساب ادسنس مترقي، يعني في نوعين من حسابات ادسنس، حساب عادي وحساب مستضاف. الحساب المستضاف ده ما بيشتغلش الا على مواقع معينه زي يوتيوب وبلوجر وكده. الحساب العادي بيشتغل على اي موقع. فانت في الاول هتحتاج تعمل حساب ادسنس وبعد كده ترقيه، ودي عمليه صعبه شويه لان محتاج يكون عندك موقع، يكون موقع قوي ويكون بقاله مده ويكون فيه ترافيك عالي وزيارات عاليه. وبعد ما ترقي الموقع تبدا تتعامل معاه، يا اما زي ما هعرفك في اخر الفيديو ازاي تشتري حساب ادسنس جاهز بسعره رخيص جدا وتشتغل بيه على طول. انا عن نفسي الصراحه ريحت دماغي ورحت اشتريت حساب واشتغلت بيه، والحساب شغال معايا لغايه النهارده، هو بقاله سنين فمفيش اي مشكله. وبعدين هتروح تعمل سيرش في جوجل على موقع المجتمع، هتكتب موقع المجتمع هيطلع لك موقع، اتاكد ان هو المجتمع.com. فهتدخل عليه، هتدوس على لوج ان، تلاقي زرار اهو فوق على اليمين اسمه لوج ان، ولو انت عندك عضويه هتكتب الايميل والباسورد، ما عندكش عضويه هتدوس على كرييت نيو اكونت. فهتدخل تعبي بياناتك، ودي مش محتاجه شرح، الايميل والباسورد والدوله كانتري وبعدين المدينه، ارقام الموبايل لو عندك اكتر من رقم اكتبهم، بس حاول تكتب بيانات صحيحه عشان هتنفعك يعني. جندر او يعني شوف انت مذكر ولا مؤنث، وتاريخ الميلاد، وبعدين اسمك وخلاص، وهتدوس ريجستر كده يا عم انت بقى عندك ايه اكونت. بس حاول تكتب ايميل صحيح ورقم موبايل صحيح، يعني ده مهم. بعد ما يكون عندك اكونت ويدخلك، هتلاقي هنا جنب اسمك في سهم هتفتحه، هتلاقي سيتنج هتدوس عليها، هيدخلك على صفحه زي دي، هتختار منها ادسنس. الحركة دي انت هتعملها مرة واحدة بس عشان تربط حسابك في ادسنس مع حسابك في المجتمع. احنا اتفقنا ان حساب ادسنس انت هتشتريه جاهز، فهتاخد منه، واللي انت هتشتري منه الحساب هيقول لك ايه رقم الحساب يعني، او ممكن اعرفك في اخر الفيديو ازاي تجيب رقم الحساب ده. ف
كل اللي بيربطك بادسنس هو رقم حسابك في ادسنس. فهتدخل هنا على الاعدادات زي ما اتعلمنا، بتدخل على اسمك، هتلاقي هنا سيتنج هتدوس عليها هيدخلك على الصفحه دي، هتختار منها ادسنس. تمام، فهتدخل هنا بيقول لك، هو بيشرح لك يعني ان ازاي ممكن تكسب من ادسنس. انا اوريدي شرحت لك كل اللي انت هتعمله، ان انت هتحط الاي دي بتاع حسابك في ادسنس هنا، وبعدين تدوس سبميت. خلاص كده انت ربطت حسابك في ادسنس بموقع المجتمع، معناها ان اي مقال هتكتبه في موقع المجتمع اوتوماتيك هيعرض لك اعلانات لصالحك انت، يعني ارباح الاعلانات دي انت اللي هتاخدها. بعد ما تربط حسابك في ادسنس، ودي حركه مش هتعملها غير مره واحده، هتدخل بعد كده تبدا تكتب مقالات. فهتدوس على نيو ارتكل، هيفتح لك صفحه زي دي فيها المقال، تكتب هنا عنوان المقال، وبعدين هتكتب هنا المقال نفسه، تفاصيل المقال، حاجه زي كده يعني، هتكتب دي تفاصيل المقال، وبعد كده هتكتب ملخص للمقال، وبعدين كيوردز. لو انت مش فاهم ايه كيوردز دي سيبها فاضيه. هترفع صوره، بس حاول ترفع صوره تكون الكواليتي بتاعتها عاليه، وبعدين سيبك من الباقي ده، وبعدين تختار التصنيفات اللي الموضوع ده بينتمي ليها. زي ما احنا شايفين ان في اقسام كتير، في قسم مثلا تعلم اللغه الانجليزيه، قسم للاخبار، اخبار الرياضه والسياسه وغيره، قسم للوظائف لو انت عايز تنشر وظيفه، قسم حاجات بقى لاصحاب المواقع والسيو ادسنس. يعني الفيديو اللي انا بشرحه ده دلوقتي لو حبيت اكتبه كمقال هحطه في الكاتيجوري ده اللي هو اصحاب المواقع سيو وادسنس، يبقى انا ايه المقال بتاعي هيكون ادسنس. تمام، في كمان كتب وروايات، في تنميه بشريه، سفر ورحلات، برمجه، هندسه، اديان، السيره الذاتيه وسوق العمل. ده بقى ايه الموضوع بتاع الكفر ليتر، هو موجود في السيره الذاتيه وسوق العمل. زي ما احنا شايفين هنا هتلاقي كاتب لك ان ده بينتمي للسيره الذاتيه وسوق العمل. تمام، في منح دراسيه، في الموضه والجمال، الصحه، المعلومات التاريخيه، هندسه ديكور، مطبخ، هتلاقي بقى حاجات كتير جدا. اوكي، هتكتب المقال بتاعك وتدوس سبميت علشان يتقدم للاداره يراجعوها ويظبطوا فيها اي مشكله. طيب احنا دلوقتي بقى عندنا مشكلتين بس، هما اللي انا لسه ما شرحتهمش. المشكله الاولى هتجيب حساب ادسنس منين، المشكله الثانيه لو ما بتعرفش تكتب مقالات، لان المقالات اللي بتتكتب في الموقع ده مش اي مقالات، يعني لازم تكون مقالات بشروط معينه وتكون متوافقه مع حاجه اسمها سيو او السيرش اوبتمايزيشن، او ضبط المقال ده مع محركات البحث. فعندك بقى طريقه ثانيه، ان انت تجيب حد من اللي فاهم ازاي يكتب مقال متخصص او مقال ليه علاقه بالسيو، وهو يكتب لك المقال وانت تبدا تسوق للمقال ده او تروج له عشان تجيب زيارات عاليه وانت تكسب منه. من حسن الحظ ان الناس اللي بتكتب مقالات اسعارها رخيصه جدا جدا جدا، يعني المقال الواحد او ممكن ساعات في ناس بتكتب مثلا 10 مقالات بدولار ولا بخمسة دولار حاجه كده، يعني المقال الواحد ده ممكن يقف عليك بنص دولار تقريبا، مع ان المقال الواحد ده لو انت اشتغلت صح وروجته صح ممكن يوصل لك لغايه 50 دولار في المقال الواحد بس. فعشان تريح دماغك، بالنسبه للمشكله الاولى هي مشكله حساب ادسنس، ده هتشتريه جاهز، ده عامل له تقريبا بيتراوح سعره ما بين من 25 ل 35 دولار، يعني في المتوسط 30 دولار، فاحسبها بعملتك هتبقى كام. بالنسبه للمقالات برضو هتأجر ناس بتكتب لك مقالات، بيكتب لك المقال الواحد تقريبا بنص دولار، يعني ال 10 مقالات على بعضهم مش هيكلفوك 5 دولار او يمكن اقل، في ناس بتكتب مثلا 15 مقال ب 5 دولار حاجه كده يعني، بس انت بتختار الموضوع اللي انت عايز تكتب فيه وهم بيكتبوا لك. وبكده انت دلوقتي بقيت فاهم تقريبا الخطوه الاولى، او اتحطيت على الطريق الاول الصحيح لان انت ازاي تعمل فلوس محترمه. الجزء الثاني بقى هو ازاي تجيب زيارات عاليه للمواضيع بتاعتك، لان طبعا زي ما اتفقنا ان كل ما الزيارات بتزيد، يعني كل شخص بيدخل يقرا المقال بتاعك انت بتاخد عليه فلوس، فكل ما الزيارات بتاعتك تزيد كل ما ارباحك تزيد. فهقول كده باختصار شديد جدا بعض النقاط الاساسيه اللي لازم تعملها عشان الزيارات بتاعتك تزيد. اول حاجه لازم تختار موضوع، لازم تختار صح، يعني الراجل اللي كتب المقال ده اختار صح، دخل او دخل في جروب مثلا ما او حاجه ولقى الناس بتشتكي ان هم بيقدموا السي في بتاعه، بيقدموا السي في بتاعهم بس ما بيلاقوش مردود، ففكر ان هو يكتب مقال محترم عن
مقال مثلا عن السيره الذاتيه، ومقال تاني عن الكفر ليتر، ومقال تالت مثلا عن ازاي تراسل الشركات، بدا يهتم مثلا ان هو يجمع الايميلات في الشركات ويعمل منها موضوع كده، فعمل له مثلا خمس ست مواضيع مرتبطين ببعض، وبدا ان هو يعمل مقالات عنهم. وبعدين بدا يدخل الاماكن اللي الناس بتدور فيها على شغل، او عندها مشكله او اثارت مشكله ان هم بيبعتوا السي في بتاعهم ومحدش بيعبرهم، وبدا يشرح للناس يا جماعه في خطوات المفروض تعملها، 1 2 3 4. يعني اول حاجه السي في بتاعك بيتكتب ازاي، وبعدين الكفر ليتر ازاي، وبعدين بتعمل ايه في الانترفيو، وبعدين دي تجميعة ايميلات لو عايز تقدم او كده. فالناس بدات تدخل على المقالات بتاعته فعمل ارباح كويسه. فانت ممكن تعمل كده، لكن حاول ما تكررش موضوع يكون اوريدي اتكلموا عنه في الموقع قبل كده. اقعد فكر كده الناس ممكن يعني ايه الموضوع اللي ممكن يجذب الناس، وتكتبه بطريقه تكون جذابه، ويعني تحذف منه اي حشو او اي حاجه مش مفهومه، ويطلع مقال كده محترم ومتنظم زي ما احنا شايفين ان هو ايه منظم، كاتب يعني ايه هو ايه اصلا رسالة التغطية، وبعد محتوياتها بتبقى فيها ايه، والسؤال اللي هو بيسألوه ليه يجب تعيينك في الوظيفة، السؤال اللي HR دايما يسأله هو ليه المفروض عينك انت، بعدين فيه كاتب نصائح هامة جدا. فالراجل مقسم المقال بتاعته لمجموعة اجزاء، بحيث يبقى اللي يدخل يقرأ المقال يبقى فاهم ومستوعب هو بيعمل ايه. الجزء التاني بقى او الطريقة التانية، غير ان انت كتبت المقال صح، وغير ان انت فكرت في المقال الصح، وغير ان انت دخلت تكلم الناس الصح في المكان الصح، زي مثلا جروب متخصص مش اي جروب كده خلاص وبيقعد ينشر الروابط، كمان في حاجة مهمة جدا هي ترويج للمقال ده. الترويج ده بيكون في حاجة اسمها ادوردز. ادوردز دي هي يعني المكمل لادسنس. ادسنس زي ما اتفقنا هي المساحة الاعلانية دي اللي انت لما بتحط فيها اعلان بتاخد فلوس. طب ادوردز هي العمليه العكسيه، هي بقى ان انت تحط الاعلان بتاعك في مساحه فاضيه. فالراجل ده عنده موقع والموقع ده بيكسب منه، فقال لك اما احط اعلان في المساحه دي، فحط اعلان عن طريق ايه؟ عن طريق ادوردز. يبقى هو عمل اعلان في ادوردز وانا كسبت فلوس من ادسنس. علشان ابدا انشر المقالات بتاعتي بحتاج ان انا اعمل العمليه العكسيه دي، ان انا اروح احط المقال بتاعي او اعمل اعلان المقال بتاعي في ادوردز، فالموقع التاني هيكسب مني، بس انا الزوار اللي هيجولي من الاعلان ده انا هكسب منهم، فاللي انا دفعته باليمين هكسبه بالشمال. وبرده في اعلانات على مواقع السوشيال ميديا زي الفيسبوك وغيرها، بتدخل على الفيسبوك انصحك تعمل صفحه تكون متخصصه في مجال معين. لو دخلنا هنا على موقع المجتمع هتلاقي ان عندهم اقسام مختلفه، مثلا اللغه الانجليزيه، الاخبار، الوظائف، والاخبار دي في منها بقى كذا حاجه، يعني اخبار الرياضه، اخبار السياسه، اخبار الاقتصاد، اخبار مش عارف ايه. فانت ممكن تعمل موقع مثلا متخصص في اخبار الرياضه او متخصص في الكوره تحديدا. الوظائف ممكن تعمل مثلا موقع متخصص في وظائف المحاسبين او وظائف الهندسه او غيره. التنميه البصريه، الكتب والروايات، فممكن تعمل موقع متخصص في الحاجات دي. سوري، صفحه على الفيسبوك او على جوجل بلس تكون متخصصه في الحاجات دي، وتبدا تنشر مقال في تخصص معين، وتبدا بقى تحاول تشهر الصفحه بتاعتك، تعمل لها ترويج واعلانات وكده وكده، تحاول تشهر الصفحه بتاعتك، عشان كل ما يبقى فيها فانز اكتر كل ما الفانز دول هيدخلوا يقروا المقالات بتاعتك، فبالتالي انت هتكسب منهم كويس جدا. دي فكرة برضو من الحاجات المربحة. مهم التفاصيل بقى الخطوة بخطوة، انا هكون معاكم ان شاء الله. لكن الفيديو ده عشان يفهم الناس، عشان ما اقعدش اشرح كتير بقى لكل واحد، الفيديو ده عشان يفهم الناس من الاخر ايه كل الخطوات اللي انت هتعملها. نيجي بقى ساعة التنفيذ العملي. في التنفيذ العملي كلمني على الفيسبوك او في اي او على الايميل او في اي حتة تعجبك. لو حابب تكلمنا على الفيسبوك مثلا هتدخل على facebook.com وبعدين eng اختصار engineer dot dibo eng dot dibo. اوكي، هتكلمني، هتكتب العنوان ده في العنوان في البراوزر ده، وهتكتب facebook.com/engdibo. تمام، وابدأ اتواصل معايا وخد اول خطوة. هبقى معاك واحدة واحدة، تجيب اكونت ادسنس منين، هساعدك تجيبه منين، وبعدين تربط انا براجع معاك الخطوات، وبعدين هتربط حسابك في ادسنس بحسابك في المجتمع. فانا هبقى معاك خطوة خطوة لغاية ما تربط حسابك، وبعد كده تبدأ تكتب اول مقال ليك، او تشوف حد يكتب لك. انا هبدأ اشوف لك حد في البلد اللي انت فيها تكتب لك المقالات، وبعد كده هساعدك في اختيار المقالات
الحصرية، المقالات اللي الناس هتهتم بيها وتسوقها فين بالظبط وهتسوقها ازاي، وبعد كده هساعدك تعمل اول اعلان ليك في ادسن في ادوردز، وبعدين هساعدك انك تعمل صفحة على الفيسبوك وتكبرها، ازاي تبقى الصفحة دي كبيرة والناس كتير بتدخل على المقالات بتاعتك، وازاي تكسب فعليا من غير ما تعمل اي حاجة. فكلمني على الفيسبوك، انت مش محتاج تكلمني عموما لو انت فهمت الفيديو وممكن تتعامل مع نفسك، لكن لو حبيت مساعدة كلمني على الفيسبوك هتلاقيني مساعدك وما عنديش اي مشكلة. وربنا يوفقك وارباح سعيدة، والسلام عليكم ورحمة الله.